الآن خلينا نتكلم عن المصادر resources. طبعا للناس اللي مشتغلين على لغات اكزامبل مثلا في تطبيقات على سبيل المثال اندرويد مثلا على منصة اندرويد ستوديو، فيلاحظ دائما انه اني لما استخدم على سبيل المثال الوان فانا ابدي اعرفها على اساس يكون عندي مصادر، يعني الوان قياسية وثابتة للبرنامج، اوكي الوان التايتل بار، الالوان اللي استخدمها في الفرونت يعني في الباك كلر، يعني الوان ثابته وقياسيه انا ابدي استخدمها وهي تعتبر عندك مصادر. يعني ببساطه يعني ما اجي انه في كل عنصر اذهب الى الخصائص مالته واغير الباك كلر وابدي ابحث عن الباك كلر مالتي، لا انا ابدي اعرف مصادر للالوان وهذه الالوان هي تكون ريوزابل، يعني اقدر استخدمها على اكثر من عنصر والها مجال رؤيه معين. يعني مثلا عندي مصادر الالوان فقط في هذه الويندو، في هذه الويندو اللي موجوده عندي عندي مصادر الوان عامه على البرنامج على الابلكيشن، اوكي وبالتالي اصبح عندك مفهوم الريسورس هو مفهوم انه تستخدم في الخصائص للعناصر بشكل ريوزابل. يعني انا استخدمت الوان يمكن انه استخدم ستايلات، يعني مثلا البوتن مالتي اللي انا اصممه ما ابدي في كل مره ابدي اصممه من جديد، لا اعمل ستايل كما في لغه سي اس اس، يعني اعمل كلاس معين لهذه الخصائص وفي كل مره اضيف البوتن فقط استدعي اسم الكلاس راح يدي يتطبق عندي بشكل مباشر. تمام، هذا هو المفهوم العام للريسورس. طبعا الريسورس لها اكثر من نوع، هنا لها الالوان، لها النصوص، لها الستايلات، امور اخرى، عندك مجموعه كبيره جدا من الريسورس تدعمها هنا في لغه XML. احنا طبعا راح نتناول من عندها بعض المفاهيم اللي حتى نتمكن من خلالها فهم الريسورس وكيفيه التعامل مع الريسورس.